أول شيء يعني أنا يعني درست تاريخ الثورات، يعني هذا جزء من اختصاصي، وأعرف من خلاله أن الثورات هي عمليات تاريخية طويلة لكل ثورة. فهناك يعني بعض الأشياء اللي ممكن أن ننتبه إليها ولازم دائما أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي أهم شيء في الثورة أنها حصلت، ليس أنها نجحت، ولكن أنها فعلا أثبتت أن هناك قدرة على القيام بالثورة عند الشعوب. فهذا الشيء تم إثباته، ورأيناه مرة أخرى يعني بالسنة 2019 في 4 بلدان عربية كمان قامت عدة انتفاضات ثورية بشكل مفاجئ. كل الثورات العربية أتت بشكل مفاجئ لم يكن متوقع. فهذا يعني أن هناك كان رغبة عارمة بالثورة، كان هناك تأييد شعبي واسع لها خاصة في مرحلة البداية، وكان هناك قدرة على القيام بها. مش بالإضافة إلى هيك، كل الأسباب التي أدت إلى الثورات ما زالت يعني موجودة معنا، لم تنتهي. يعني الاستبداد ما زال موجود، بالعكس الاستبداد أصبح أكثر استبدادا. اللامساواة الاجتماعية ما زالت موجودة بشكل يعني لا يوصف. المنطقة العربية يعني تعاني من أعلى معدلات اللامساواة في العالم على الإطلاق، يعني مساواة بين الدول ومساواة ضمن الدول في المنطقة. والدولة المدنية التي طالت بها كل الثورات ليست موجودة بعد. والنخب الموجودة الحاكمة حاليا هي نخب لم تتعلم شيء من الثورات ولا تريد أساسا أن تلعب أي مطالب، أي من المطالب الثورية. بالعكس، النخب الموجودة الشيء الوحيد التي تعلمته من الثورات أنها لم تكن مستبدة بالشكل الكافي. فبالتالي عندنا بعض المقولات المهمة. أول شيء تم إثبات القدرة على القيام بالثورات عند الشعوب، فهذه يعني شيء ممكن أن نتعلم منه. الشيء الآخر أن الأزمات البنيوية التي أدت إلى الثورات ما زالت موجودة لدينا، بس حتى بشكل يعني أعمق مما كانت موجودة من قبل. وثالثا، النخب الحاكمة لم تتعلم شيء من مواجهتها مع الثورات، ولا حتى قامت بأي عمليات إصلاحية يعني بالحد الأدنى. فبالتالي كل هذه الأسباب يعني تدفعني إلى أن أعتقد أن الثورات هي حركة مستمرة. وطبعا هذا نعرفه كمان أيضا من تاريخ الثورات. كل الثورات اللي درسناها في التاريخ أنها تأتي بشكل، يعني هي ليست حدث يحدث في يوم معين. الثورات الناجحة في التاريخ، ولكن تأخذ مدها التاريخي. وما ننساه دائما عندما ندرس تاريخ، عندما ننظر إلى الوضع الحالي في المنطقة العربية، ولكن لا نقارنه بالثورات التاريخية في العالم، أن آخر ما تغير الثورات هو النظام السياسي. رغم أننا نتوقع عندما نقوم بالثورة أن النظام السياسي هو أول ما يتغير، ولكن في الواقع ما يتغير أولا هو الثقافة. ثقافة المجتمع هي التي تتغير من خلال العمل الثوري. يعني تولد هناك مكونات شبابية تكونت سيكولوجيتها من خلال معرفتها بالثورة بشكل مباشر. وهذه الأجيال التي طبعت بطابع ثوري تبدأ بطرح الأسئلة، أسئلة لم تكن موجودة من قبل، تفتح نوادي، تتعامل مع بعضها البعض، تتشكل شبكات اجتماعية من نوع جديد، حركات حزبية، مجتمع مدني ينمو بعد الثورات. يعني هناك مؤسسات، عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني التي برزت إلى السطح بعد الثورات العربية. يعني كل هذه الظواهر الثقافية لا تبدو أنها ثورية، لأن ليست لها بالضرورة مطالب سياسية مباشرة، ولكن كلها هذه هي نتائج الثورات. يعني مثل أنا بتكلم دائما مع شباب، مع نوادي في بلدان مختلفة في المنطقة العربية. كل هذه النوادي أنشئت بعد الثورات العربية، يعني لم تكن موجودة من قبل، وهذه الشبكات لم تكن موجودة ولم تكن في الحسبان. فبالتالي هذا يعطيني أمل، يعني أن فعلا ما لاحظناه في الثورات التي درسناها في السابق، يعني هو نفس الصيغة اللي نراه هنا، أن هناك تغيير تعليمي
ثقافي في ينتشر في المجتمع، الأفكار تتغير، بعض التقاليد القديمة يبدأ الناس بالتساؤل حولها، لا تنهار بين يوم وليلة، وبعد فترة عقد أو عقدين أو ثلاثة هناك إما أن تحصل ثورة أخرى تنهي النظام الموجود، أو تحصل عملية تغيير تدريجية أيضا تنهي النظام الموجود بشكل آخر. بالتالي يعني كل هذه الظواهر موجودة أمامنا، وكل هذا ما يدفعني إلى التفاؤل، ليس لأن ليس لدينا مشاكل، طبعا هناك عندنا حروب أهلية في المنطقة العربية، هناك إعدامات، هناك عشرات الآلاف في السجون، فأكيد يعني لو الإنسان نظر إلى الوضع كما هو حاليا، الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل، ولكن النظرة إلى الواقع، يعني أننا مثلا نحن نتحدث مع بعضنا الآن، يعني هذا الحديث هو نتاج الثورات التي حصلت، وهناك الكثير طبعا من الدردشات المماثلة التي تحصل في كل المنطقة العربية، وهذه كل الدردشات والحوارات والأسئلة التي تطرح كلها نتاج هذه الثورة. يعني هناك أيضا عمل ثقافي بالمعنى التقليدي للثقافة، يعني مثلا هناك كتب تكتب عن الثورات، هناك روايات تكتب عن الثورات، هناك مسرحيات وأفلام وما إليه. طبعا أنا لا أتحدث عن هذا الجانب من الثقافة، ولكن فقط عن الجانب الاعتيادي من الثقافة، وهو أننا نتحدث مع بعض الآن عن الثورة، وهذا الحديث وهذا النقاش هو بحد ذاته أحد أهم النتائج للثورة، وهذا دليل على أن أول شيء تدريس الثورات هو النشاط التعليمي، النشاط الثقافي، طرح الأسئلة، تشكيل الشبكات الاجتماعية من نوع جديد، النوادي، المجتمع المدني، تنوير المجتمع بشكل تدريجي، ثم تأتي المرحلة الثانية من الثورات. الأشياء الأخرى التي تكلمنا عنها أيضاً ما زالت موجودة، يعني الأزمات التي برزت من خلالها الثورات ما زالت موجودة، بالعكس تزداد شراسة أمامنا، والنخب الموجودة حالياً هي غير قادرة على التعامل، وأثبت أنها غير قادرة على التعامل مع مطالب الثورات، بالعكس هي تزيد من استبدادها، لأنها ليس لها معرفة بأي طريقة أخرى للحكم غير الاستبداد بالاستبداد بشكل آخر، وهذا طبعا ما أثبت التجربة عندنا. يعني النخب الموجودة حاليا ليست نخب قادرة على الإصلاح، وليست نخب قادرة على تغيير أنفسها، ولا على تغيير ولا على فهم مطالب الناس. فبالتالي الأزمات موجودة، الحركة الثقافية موجودة بشكل آخر، الديناميكية التاريخية التي نعرفها للثورات وهي الثورات طويلة الأمد أيضا في المسير في المنطقة، وهذه كل الأسباب التي تدعوني إلى أن يكون لدي أمل، ليس طبعا أمل بشكل مباشر ولكن على المدى الطويل. وهنا كمان يجب أن نعرف أن الثورات دائما تأتي بشكل مفاجئ، يعني كل ثورات يعني ليست بشكل مبرمج، لو أتت بشكل مبرمج ومتوقع لما حصلت، لكانت كل الحكومات تعرف أين تحصل، ولكن ثورات 2011 لم يكن أحد يتوقعها، رغم أن كان هناك أمل أن تكون هناك ثورة لدى الكثير من المثقفين طبعا ولدى كثير من الناس، ولكن هذا كان أمل ولم يكن توقعا، يعني لم أحد يتوقع أن تحصل الثورات بالشكل الذي حصلت فيه. بال 2019 أيضا لم يكن هناك أي توقع أن تكون هناك ثورة. بالانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987 أيضا لم يكن أحد يتوقع أن تحصل انتفاضة هناك، حصلت في يوم عادي، كان في بسبب حادث سير والذي يحصل كل يوم، ولكن حصلت بشكل مفاجئ كما حصلت ثورة الربيع العربي فيما بعد. فبالتالي نلاحظ يعني إذا نظرنا إلى آخر 20 أو 30 سنة أن هناك انتفاضات وثورات تأتي إلينا بشكل غير متوقع وغير مبرمج، ولكن كلها تثبت أن هناك قدرة على القيام بالثورات لدى ليس فقط لدى الناس المسيسين في المجتمع، ولكن لدى عامة الناس
الغير مسيسين أيضا كمان. فبالتالي أعتقد أن لازم الواحد يفهم بالنهاية يعني ما هو الذي يحرك الناس. دائما الناس عندها مطالب بشكل أو بآخر، ولكن لا تطلب تغيير النظام كل يوم، ولكن هذا يحدث ونراه يحدث بشكل تكراري في المنطقة وبصيرورة أكثر تسارعاً. يعني الانتفاضة الفلسطينية سنة 87 مثلاً يعني كان يفصلها عن انتفاضة مثلها في المنطقة في السودان حوالي يعني 4 أو 5 سنوات، وبعض السنوات قبلها من كان هناك الثورة الإيرانية طبعاً، ولكن هذه كانت طبيعة مختلفة ممكن نتحدث عنها فيما بعد. ولكن نلاحظ من السبعينات وإلى الآن هناك يعني وتيرة مستمرة للانتفاضات في مناطق مختلفة من المنطقة، وهذه الوتيرة تثبت أن المشاكل العاطفية على الحل موجودة. النخب التي لا تتعلم من الثورات أيضا ما زالت متشبثة بالحكم، والقدرة على القيام بالثورات موجودة، والنتاج الثقافي للثورات ما نراه أمامنا حاليا. وهذا طبعا يعني مثل كل الحالات الثورية التي نعرفها في التاريخ. فهاي الأسباب يعني بشكل مختصر يدعوني إلى الاعتقاد. أنا لا نقول التفاؤل ولا الاعتقاد، لأن الحراك الثوري مستمر، ولكن ليس دائما بشكل واضح وبشكل صدامي مع الأنظمة، ولكن مستمر بأشكال أخرى. كل الانتفاضات هي لفها له نفس الطابع طبعا، يعني بالفتره الحاليه طبعا 2000 يعني السنه اللي قبل اللي فاتت 2016 بالسودان والعراق، بالسودان والجزائر والعراق ولبنان لها طابع مماثل لثورات 2011، لا سلطويه او اناركيه من ناحيه الاسلوب، ولكن ليبرالية من ناحية الأيديولوجية الطاغية عليها. الأيديولوجية الليبرالية يعني أن المطلب الأساسي كان دولة مدنية، المطلب الأساسي لم يكن مجتمع أناركي، ولكن الأسلوب كان أسلوب أناركي، يعني لم يكن هناك قيادة لهذه الجماهير، لم يكن حتى هناك طلب أن يكون هناك قيادة من قبل معظم الناس، لم يكن هناك حزب وراء معين وراء كل هذه الحراك، لم يولد حزب من خلال الحراك الشعبي أيضا. يعني مثلا إذا قارناها بحزب الوفد مثلا ب 1919، هذه كانت ثورة غير أناركية من ناحية أن هناك كان في حراك ثوري وهناك حزب يعني خرج، يعني بدأ أنه أبرز نفسه وقبل من خلال معظم الناس أنه هو يعني تعبير عن الثورة. وتاريخيا هذا هو الشكل المعتاد للثورات، خاصة في القرن العشرين، وخاصة في ما كان يسمى العالم الثالث، وخاصة في الفترات الاستعمارية. دائما كان هناك توقع أنه عندما تقوم هناك ثورة يكون هناك قيادة للثورة، فأما الثورة تبرز القيادة بعد أن تقوم، أو أن هناك قيادة أو طليعة موجودة، يعني طليعة بالمعنى اللينيني موجودة هناك، وهي التي تحضر الناس للثورة ثم تقود الثورة. وإذا نظرنا طبعا إلى الأدبيات التي كانت تتوقع أن تحصل ثورة قبل 2011، مثلا محمد السلماوي روايته أجنحة الفراشة التي صدرت في يناير 2011 قبل بأسبوعين أعتقد، كان هناك تصور أنها يعني تخيل أنها تحصل ثورة في البلد، ولكن الثورة كما وصفت في تلك الرواية كانت يعني تصورها تقليدي، يعني هناك يعني قائد للثورة شخصية مثل سعد زغلول مثلا تسجن فتقوم الناس للدفاع عن قائدها. فدائما كان هذا هو التصور أن هكذا تقوم الثورات. وفي إيران طبعا هي آخر ثورة كبيرة في المنطقة قبل الثورات التي نعرفها حاليا، أيضا برزت قيادة
يعني الخميني في النهاية، رغم أنه لم يكن هو يعني من بدأ بالثورة أو لم يكن هو العامل الوحيد في الثورة، ولكن في النهاية الثورة أنتجت نوع من القيادة المتفق عليها كانت في النهاية. وهذا كان ما نعرف عن الثورات، يعني كان نعرف أن الثورات في العصر الحديث دائما وراءها حزب أو تنتج حزب أو قيادة من نوع أو آخر أو جبهة تحرير وطني وما إليه، كل هذه المسميات. وهذه النخبة الثورية تستلم قيادة الثورة وتنشئ مجلس قيادة الثورة أو شيء آخر من هذا القبيل. ثورات 2011 يعني خرجت عن هذا النمط تماما، يعني خرجت بدون تنسيق، حتى يعني كلمة التنسيقيات برزت من خلال الحراك الثوري وليس قبله يعني، ولكن وكانت الجماهير موجودة في الميادين وكان يطلب منها أن تنتج قيادة حتى يعرف النظام مع من يتكلم، ولكن رغم هذا لم يكن هناك الجماهير أي شعور بأن هناك ضرورة أن يكون هناك قيادة أو حتى تنسيق بين كل هذا الحراك. وكلمة شعب برزت بشكل أناركي حتى، يعني أنه الشعب هو الكتلة البشرية التي تتحرك ككتلة واحدة، ولكن دون أن يسيطر عليها حزب واحد. فبالتالي كل إنسان شارك في تلك الثورات كان يشعر أنه هو الشعب، لأن الشعب لم تعد كلمة مجردة أو تعريف مجرد، ولكن كان هناك شعور شخصي بأن أنا الشعب يعني بالتالي، وأنا أمثل إرادة الشعب. ليس أن هناك قائد يمثل إرادة الشعب بالنيابة عنا كلنا، ولكن أنا بشكل مباشر يعني أبرز قدرة على القيام بالثورة. فهذا كان أسلوب أناركي، يعني من ناحية أنه لم يكن يعني هناك شعور بالثقة بالنفس عند الإنسان العادي والإنسان الفقير والإنسان الغير متعلم، الإنسان الذي قبل الثورة لم يكن يعتبر أنه إنسان مسيس على الإطلاق. فجأة يبرز هذا الإنسان ظهر كإنسان ثوري بشكل مباشر ودون أن أسأل أحد أن يتكلم باسمه. هذه كانت ظاهرة جديدة يعني لم نكن نعرفها في التاريخ الحديث، أن تقوم هذه الثورات بهذا الشكل، وأن الإنسان العادي لا يقوم بثورة من أحد أن يقول له ماذا يفعل أو بأي اتجاه يمشي أو يتكلم بالنيابة عنه مع أنظمة الحكم. وكان هذا الإنسان العادي يطالب بإسقاط النظام، ولكن حتى دون أن يكون عنده استيعاب حول كيف أن يسقط النظام، حتى يعني حتى لم يكن عنده حتى كان هناك فقط مطلب أن النظام يسقط، لأننا نطلب أن النظام أن يسقط فهو يسقط بشكل تلقائي. فلم يكن هناك قيادة، لم يكن هناك حزب، لم يكن هناك حتى خطة للوصول إلى مطلب. يعني كل هذه طبعا كانت يعني ظواهر يعني أسلوب الأناركي للعمل. وأنا طبعا أنا كتبت عن الأناركية قبل الثورات بشكل يعني عالمي مقارن طبعا عن الظواهر الأناركية في مختلف البلدان، ولكن لما يكون أتوقع طبعا أن ثورة بشكل أناركي. رغم ذلك الأيديولوجية بتاعة الحراك الشعبي لم تكن أيديولوجية أناركية واضحة، يعني الانتقام بالثورة وطلب إسقاط النظام لم يكن عنده وعي أناركي، يعني لم يقرأ كتب عن الأناركية وعن الأناركية، ولم يعرف حتى ماذا تعني كلمة الأناركية. إذا تسأل كل الناس اللي كانوا في ميدان التحرير عن الأناركية 90% أو أكثر يعرفون لم يسمعوا بالكلمة من قبل. وبالتالي كانت الأناركية بشكل تلقائي عفوي، يعني الأناركية موجودة في التقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، يعني فالعمل العفوي، الاستعداد للمفاجآت، المبادرة الشخصية لحل الأزمات، كل هذه التقاليد المتعارف عليها كانت موجودة، وكانت تساعد الناس طبعا على أن يقوموا بالثورة بشكل تشاركي، وأيضا
دون أن يكون هناك تعليمات فوقية. وهذا العمل كان والمهم كانت في هذا النمط من العمل أنه كان يعطي الإنسان العادي شعور بالثقة بالنفس أن الثورة تأتي من الإنسان العادي مباشرة وليس من خلال الثورات. فهذه كانت ظاهرة مهمة جدا، يعني هذه يعني من حيث أنها عمل يعني يعتقد أنها أتت من خلال تراكم تجارب ثورية في القرن العشرين في المنطقة. كل التجارب الثورية التي كنا نعرفها قبل 2011 كانت تجارب ثورية فوقية، بمعنى أن هناك ضباط أحرار يقومون بالإنقلاب ويسموه ثورة طبعا، وتصبح ثورة لأن الشعب يلتف وراءها ويؤيدها طبعا، هي وتبدو أن الضباط الأحرار يعني يلبون مطالب الشعب أو يجسدون مطالب الشعب، ولكن بالنهاية هي في الواقع ليست ثورة، هي عبارة عن انقلاب عسكري وقف الشعب وراءه وسميت ثورة لهذا السبب لوجود هذا التأييد الشعبي لها، ولكن كان نمطها نمط فوقي في حركات التحرر من الاستعمار في الجزائر، حرب استقلال الجزائر، الثورة الفلسطينية. أيضا كان هناك نفس النمط من التنظيم، لأن هناك جبهة يعني جبهة التحرير أو قمة التحرير ولها هيكلية ولها قيادة وتقوم بتحرير الوطن مثل فيتنام، يعني مثل الصين، يعني مثل أي من الثورات، مثل كوبا، أي من الثورات في العالم الثالث. يعني هناك حزب طليعي له هيكلية واضحة ويقوم بالثورة باسم الشعب، الشعب يلتف وراءه والشعب أيضا يشترك في الثورة، في النهاية لها الثورة كان لها هيكلية واضحة. وكان هذا ما نتوقع، هذا الشكل الثوري التقليدي اللي كنا نتوقع أن يحدث. أعتقد أن ما حصل في 2000 وبعد أن هذا النمط الثوري استنفذ وعوده، يعني لم تعد الناس تثق بالطليعة الموجودة، لأن ولدنا عدة حركات طليعية في المنطقة، فهناك كانت تجربة تراكمية في النهاية، وأدت هذه التجربة إلى عدم الثقة يعني بتمثيل المجتمع من خلال النخبة الطليعية. نلاحظ في بعض البلدان أن كان هناك نمط وسطي بين غياب كامل للتنظيم ووجود جزئي للتنظيم، مثل السودان مثلا، يعني الحراك في السودان كان له نوع من الهيكلية ولكن ليس بالشكل الطليعي وليس كان ولم يكن يقود الحراك بشكل كامل، ولكن هناك نوع من النواة والتي لم تكن طبعا. المهم في السودان أن هذه النواة لم تكن حزب سياسي ولكن كانت عبارة عن حراك نقابي. في تونس أيضا كان هناك نفس الظاهرة، أن هناك عندك مجموعة من التشكيلات التي لها طابع مطلبي نقابي اللي كان لها دور مهم طبعا في الحراك، ولكن الحراك بحد ذاته لم تكن تسيطر عليه، ولكن على الأقل كان هناك نوع من النواة النخبة التي كان يمكن للنظام القديم أو ما تبقى من النظام القديم أن يتفاوض معها حول أسلوب نقل الحكم. فهناك يعني في تونس أعتقد والسودان هناك كان نوع من أيضا بشكل كبير الحراك كان شكله أنا ولكن ليس 100%، يعني كان هناك نوع من بوادر التنظيم على الأقل، ولكن يعني طاقة الثورة والاستعداد للتضحية بالنفس والثقة بالنفس من خلال الإنسان العادي كان هو طبعا ما حرك الثورة، وكان هو يعني أتون الثورة أيضا من خلال كانت هذه شعور الناس انهم يتحركون بنفس يعني بشكل مباشر. وايضا ليس بسبب ايديولوجيات معينه، يعني رغم انا قلت ان الايديولوجيه الطاغيه للثوره العربيه هي ايديولوجيه ليبراليه
أيضاً ليس لأن الناس درسوا الليبرالية، وليس لأن قرأوا كتب عن الليبرالية، وليس لأن حد يعرف ما هي الليبرالية أساساً، ولكن إذا نظرت إلى مطالب الناس، يعني المطالب الأساسية للناس هي مطالب اللي هي مصادر الليبرالية التقليدية، يعني الدولة مدنية، الشعب مصدر السلطات، دولة ليس فيها فساد، ولكن دولة بالنهاية. يعني المطلب الأساسي كان تغيير نظام الحكم بنظام حكم آخر، وليس الإطاحة بكل أشكال الحكم، لكن تنظيف الحكم بحد ذاته. طب وهذا معني بالليبرالية طبعاً، وهذا ولكنها لم تكن ليبرالية واعية بهذا الشكل. يعني وهذا تالي مهم أن نلاحظ أن الثورات لم يكن لها أي نوع من الارتباط بالأيديولوجيات المعروفة في المجتمع، يعني لم تكن هذه الثورات دينية مثلا، يعني لم يكن لها تعبير ديني، رغم أن المعرفة بأن الدين كان مهم لثورات سابقة مثلا، أو عامل مهم في ثورات سابقة مثل الثورة الإيرانية، ومثل أيضا جزء من الحركة التحرري في المنطقة قبل 2011 أيضا، وكان أيضا جزء من أحزاب المعارضة الكبيرة قبل 2011. الدين كان موجود أكيد كأيديولوجية واضحة على المعارضة أو جزء كبير من المعارضة، ولكن لم يكن له وجود كأيديولوجية طاغية في الحراك الشعبي سنة 2011 أو سنة 2019، ولم يكن هناك يعني وجود واضح للأيديولوجيات الأخرى الشيوعية اشتراكية حتى الليبرالية، يعني لم تكن موجودة بشكل مبرمج وواضح، ولكن كان هناك مطالب ليبرالية واضحة، ممكن حتى نقول مطالب ليبرالية لها علاقة أيضا بالليبرالية بشكلها الحديث، يعني الليبرالية ليست التقليدية من ليبرالية القرن التاسع عشر، ولكن الليبرالية من النوع الذي نراه في يعني في بعض البلدان اللي هي مندمجة مع الاشتراكية الديمقراطية أو ما نسميه الليبرالية الديمقراطية التي فيها نوع من الاهتمام بالمساواة طبعا، والذي نرى في بعض البلدان العدالة الاجتماعية، هذه المطالب كانها موجودة طبعا. فهذا ما أعني يعني أن هناك عندنا نوع من الممارسات الأناركية اللي هي أعتقد يعني تأتي من تعلم غير واعي تحديد، لأن الناس تعلمت من تجارب تاريخية حصلت من مصر في السابق، فكان أسلوبها في الحراك مختلف عن أسلوبها التحرك أسلوب الثوري في السابق، وأيضا كانت مطالبها كانت تعبر عن مطالب اللي هي كان يعني واضح أنها تتعلق بالعدالة الاجتماعية بشكل عفوي وبشكل أيضا يعني غير مدروس بشكل أيديولوجي. أول ما تنتج الثورات هي في النهاية الثورات هي ثورات ثقافية في البداية دائما، يعني هي دائما يعني أول ما تنتج الثورات هي حراك ثقافي كما قلت في البداية، ولكن نلاحظ كمان أنه حتى قبل الثورات كان هناك في نوع من ممكن أن نقول ثورة معرفية في المنطقة، يعني أنا في مع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية عملنا تقرير حول العلوم الاجتماعية في العالم العربي صدر 2015 التقرير، وحاولنا رصد الحالة المعرفية في العالم العربي، يعني الحالة المعرفية الأكاديمية بالتحديد، مدى حضور الجامعات والعلوم الاجتماعية بالتحديد فيها والمعرفة العلمية بالمجتمع قبل الثورات. فاللي لاحظنا مثلا أنه خلال قبل الثورات بحوالي 20 سنة تقريبا كان هناك قفزة رقمية هائلة من كل النواحي، يعني الجامعات الموجودة في العالم العربي حاليا مثلا 70% من الجامعات الموجودة في العالم العربي لم تكن موجودة سنة 90،
يعني الغالبية العظمى من الجامعات التي موجودة أمامنا لم تكن موجودة قبل 30 سنة. غالبية مراكز البحث لم تكن موجودة قبل الثورات 20 سنة. الغالبية العظمى من الدوريات الثقافية والعلمية لم تكن موجودة أيضا. فلاحظنا طبعا جمعنا الأرقام من كل البلدان العربية حاليا بشكل مباشر أن هذه الأرقام لم تكن موجودة من قبل. فلاحظنا من خلال هذه الدراسة أن فعلا قبل أن تقوم الثورات يبدو أنه كان هناك حراك معرفي هائل في مختلف المجتمعات العربية بغض النظر عن الثروة. يعني هذا الظاهرة كان موجودة في الدول الغنية والدول الفقيرة كذلك بنفس الوتيرة. يعني لم يكن هناك فرق. الثورة الوطنية لم تؤدي، كان واضح أنها ليست الدور المهم في هذه الطفرة. طبعا نحن لا نعرف محتوى هذه الثورة المعرفية، ولكن حاولنا أن نرصدها بشكل رقمي. فكان هناك نوع أن هناك حراك ثقافي معرفي موجود كان قبل الثورة، أنتج نخب جديدة من المثقفين والجمهور المتعلم، ولكن جمهور المتعلم كانت محبط آماله. وكان هذه معرفة أيضا لا مركزية يعني بأسباب مختلفة، لأن الجامعات العربية ومراكز المعرفة العربية ليست مرتبطة مع بعضها البعض بشكل عضوي، وبشكل أيضا بسبب الشبكات الاجتماعية الافتراضية وما إليه. فبالتالي يعني فمن ناحية أكاديمية بحتة يعني نلاحظ أن هناك توسع هائل للجمهور الأكاديمي على الأقل في المنطقة قبل الثورات، قبل أن تقوم الثورات. ونحاول الآن أن ننظر إلى الحالة الثقافية، ليس فقط الحالة الأكاديمية ولكن الحالة الثقافية بشكل عام بعد الثورات. يعني أنا تكلمت عن الثورة الثقافية التي تحصل بعد الثورات، ولكن أعتقد أننا يعني لا نرى بشكل واضح الإنجازات الثقافية للثورات، وربما لبعض الأسباب أو ثلاثة أسباب على الأقل. أولها أننا دائما بعد أن تقوم الثورة نركز النظرة على النظام السياسي ونرى هل تغير أم لم يتغير. طبعا في غالب الأحيان بعد الثورات النظام السياسي لا يتغير، لأنه نظام سياسي جامد وله قدرات هائلة على القيام بالثورة المضادة كما نعرف، وأنا كتبت عن هذا الموضوع بالتحديد. يعني وبالتالي لا نرمي النظرة إلى أين يحصل التغيير في المجتمع، في المعرفة وفي الحوارات التي نديرها مثل هذا الحوار حاليا. أيضا السبب الثاني أننا لا نرى هذا التغيير الثقافي، أن الثورات الثقافية هي طويلة الأمد بطبيعتها وليست نتاج يوم وليلة، وهي عبارة عن تراكم المعرفة الثورية والتغييرية لدى الإنسان العادي. وثالثها أن النتاج الثقافي للثورات يعني معالمه ليست دائما واضحة، ليست بنفس الوضوح بالمقارنة مع النتاج السياسي. فبالتالي نحن يعني الثورة الثقافية قائمة حاليا في هذه اللحظة، ولكن لا نراها بشكل واضح لهذه الأسباب التي ذكرتها. بعد الثورات كما قلت عندنا مؤسسات معرفية جديدة أنشأت، مؤسسات مجتمع مدني في مختلف البلدان جديدة. هناك تشبيك أكثر للمثقفين العرب أو الطلاب وكل الناس التي تهتم بالتشبيك وتهتم بطرح الأسئلة مثل ما نعمل الآن. وأنا لا أريد أن أسمي بعض المؤسسات لأنني لا أريد أن يتم استهدافها حاليا. هناك أيضا الجيل الجديد، أنا ألاحظ هذا بشكل مباشر طبعا من خلال مهمتي التعليمية. الجيل الجديد دائما يسأل عن التعريفات والفكر، ليس فقط في الجامعات ولكن أيضا خارج الجامعات. وبالمقارنة بهذه الحراك المعرفي نلاحظ أن لدى السلطات هناك استمرارية للجمود الفكري للثورة للسلطة. يعني السلطات اللي يعني إذا كان هناك ثورة ثقافية قائمة بشكل
مستمر وتدريجي في المجتمع. عند النخب الحاكمة نلاحظ أن هناك جمود فكري بالتالي، ونلاحظ هذا الجمود الفكري ليس فقط بسبب استمرارية يعني الأساليب السابقة للحكم والتي تعتمد بشكل كامل على الاستبداد، ولكن أيضا مثلا إذا كل المشاريع التي تحاول السلطات أن تقوم فيها في البلاد، المشاريع الكبرى، تستعمل لها مستشارين أجانب لا يعرفون البلد ولا تستعمل الخبراء المحليين الموجودين فعلا في الساحة، والذين طبعا يعرفون البلد أكثر ويعرفون الشعب ويعرفون التقاليد الاجتماعية وكل هذه الشغلات. فهناك يعني معرفة موجودة فعلا في المجتمع يمكن استغلالها لأهداف ثورية أو لأهداف إصلاحية حتى أو لأهداف تغيير تدريجي، ويمكن حتى لو عندنا يعني نخب حاكمة مستنيرة، وللأسف ليس عندنا هذه النخب الحاكمة المستنيرة، يمكن حتى لهذه النخب الحاكمة المستنيرة إن كانت موجودة تستعمل المعرفة الموجودة في المجتمع للقيام بإصلاحات ولو حتى محدودة، ولكن حتى هذا العمل لا تقوم فيه وتفضل استعمال الخبرات الأجنبية. فبالتالي هناك قطيعة من إحدى النواحي، هناك قطيعة بين النخب الحاكمة وبين مصادر المعرفة المحلية، وهناك من ناحية أخرى كان في النمو معرفي من تحت يعني في كل البلدان العربية ليس فقط في الأطر الأكاديمية ولكن في المجتمع المدني كذلك.